السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، بتتفرج على قناة بيم أرابيا. والنهاردة هشوف أداة قوية جدا من أدوات النفسوركس اسمها سيلكشن 3. سيلكشن 3 بتدوس عليها بيبدأ يجيب لك المشروع كله. أهوت هتلاقي هنا هو مثلا ستاندرد كومباكت روبرتس ستاندرد، بيبدأ يجيب لك زي شجر كده ستاندرد، وبعد كده بيجيب لك دي اللي هي الليرات، وبعد كده يجيب لك العناصر اهيت. طيب لو أنت بتسأل على المعنى الرمز ده والرمز ده والرمز ده والرمز دوت، فلو انت بصيت كده في الورقه ديت، انا هكبرها عشان تبان في التصوير. ده علامه الموديل او اللوحه، هنا اللير او الليفل، هنا جروب بالشكل دوت، وهنا كومبوزيت اوبجكت زي سنجل كات اوبجكت، هنا ده نستد جروب، ايتم اوف جيومتري بالشكل ده، نستد ايتم اوف جيومتري زي 3 دي ستوديو مثلا، حاجه مصدره من 3 دي ستوديو. ده كولكشن مع بعض، ده سيف سيلكشن تري، سيف سيرش سيت. طيب لو احنا رجعنا كده هنلاقي اهي الاختصارات، يعني مثلا اللاين دوت هتلاقي اللي هو انا واحد، هتلاقي اللي هو دوت ايتم اوف جيومتري. طيب وبعد، طب ايه حكايه بقى السيلكشن تري؟ انت ممكن تعمل سيلكشن، خلي مثلا فايند ايتم، فاللي هيسيف هنا ده هيبقى ليه واخد رمز مختص بيه، تقول له مثلا عايز الايتم اللي بتاعها بيساوي، وتبدا تشوف اي اسم من الاسامي اللي موجوده هنا مثلا، وتقول له فايند اول. خلينا نجيبها بشكل اخر. ممكن نجيبها دي بقى خصائص الكاتيجوري، ده بتدور مثلا على الفاميلي اللي اسمها ديت، فيبدأ يعمل لك سيلكشن عليهم بشكل دوت. فممكن اجي هنا في ست واقول له مانج ست، واقول له سيف لي السيلكشن ديت، ده كده سيف سيلكشن اهوت، او اقول له سيف سيرش. خلي بالك هو المفروض ان الاثنين لنفس العناصر، بس السيلكشن ست ديت هو عمل سيلكت العناصر دول، سيرش عملهم بالقاعده ديت، فلو في عنصر اضيف فيه خواصص ديت اضاف سيرش ست. يعني هنا انا بقول له هنا السيرش ست ديت دور لي على العناصر اللي فيها الخصائص دي، ممكن بعد فتره عنصر من العناصر دي يفقد الخاصيه ديت، تمام؟ فده الفرق بين الاثنين دول. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل سيرش بالكومباكت، فيبدا يجيب لك فلور فلور كذا، الروف مثلا اهوت. طيب ممكن تقول له انا عايز اعمل بريبورتس بالخصائص، هات لي مثلا الحاجات اللي في الفيس ديت وهكذا، اسيبهم لك. واي حاجه بتعمل سيلكت عليها بتبدا تظهر لي، ولو عملت سيلكت هنا في الشكل دوت هيبدا يعمل لي سيلكت على العنصر دوت، تمام؟ يعني عملت سيلكت هنا اجيب لي ان ده مثلا الماس، لو عملت سيلكت هنا هيبدا يجيب لي ان ده الول. فدي اداه كويسه جدا لسرعه تحديد العناصر.